وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. أيها الإخوة المسلمون، لم تكن الهجرة أمرا سهلا ميسورا، لم تكن مجرد الانتقال أو ترك بلد ما إلى بلد آخر ظروفه أفضل وأمواله أكثر، لم تكن عقد عمل بأجر أعلى، بل كانت الهجرة تعني ترك الديار، ترك الأموال، ترك الأعمال، ترك الذكريات. كانت الهجرة ذهابا إلى المجهول، حياة جديدة لابد أنها ستكون شاقة وشاقة جدا. كانت الهجرة تعني الاستعداد لحرب هائلة، حرب شاملة ضد كل المشركين في جزيرة العرب، بل ضد كل العالم. الحرب التي صورها الصحابي الجليل العباس بن عبادة رضي الله عنه، قال إنها الاستعداد لحرب الأحمر والأسود من الناس، وذلك عند بيعة العقبة الثانية، لما التقى وفد من الأنصار بالنبي صلى الله عليه وسلم لمبايعته على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم. كان ممن تكلم مؤكدا البيعة في أعناق الأنصار العباس بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه، الذي قال: يا معشر الخزرج، أتدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ أتدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس. هذه هي الهجرة أيها الإخوة الأحباب، لم تكن هروبا ولا فرارا، بل كانت استعدادا ليوم عظيم أو أيام عظيمة. لذلك عظم الله عز وجل أجر المهاجرين فقال سبحانه: ومن يهاجر في سبيل والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لخير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. نعم أيها الإخوة الأحباب، الهجرة لم تكن أمرا سهلا ميسورا أو مجرد هروبا أو فرارا، ولكن كانت تعني الكثير. كانت البذرة الأولى في إقامة الدولة الإسلامية والحضارة العظيمة التي لم يجود التاريخ بمثلها أبدا ولن يجود. صدر الأمر النبوي إلى جميع المسلمين القادرين على الهجرة أن يهاجروا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بالهجرة. لم يبدأ بالهجرة إلا بعد أن هاجر جميع المسلمين، فلم يكن همه صلى الله عليه وسلم أن ينجو بنفسه أو أن يؤمن حاله، بل كان همه صلى الله عليه وسلم أن يطمئن على جميع المسلمين المهاجرين. كان صلى الله عليه وسلم يتصرف كالربان في سفينته الذي لا يخرج من السفينة إلا بعد اطمئنانه على أن جميع الركاب في أمان. هذه هي القيادة أيها الإخوة الأحباب. القيادة ليست نوعا من الترف والرفاهية، القيادة أمانة، القيادة تضحية، القيادة مسؤولية. إن الهجرة في سبيل الله عز وجل سنة قديمة، فلئن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لم تكن هذه الهجرة بدعا في حياة الرسل لنصرة عقائدهم. فلقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من وطنه ومسقط رأسه ومن أحب بلاد الأرض إلى قلبه. لماذا؟ من أجل الدعوة، من أجل الحفاظ عليها وإيجاد بيئة خصبة تتقبلها،
وتستجيب لها وتدافع عنها. ولقد قص الله سبحانه وتعالى علينا في القرآن الكريم نماذج من هجرات الأنبياء وأتباعهم من الأمم السابقة ليبدو لنا في وضوح سنة من سنن الله تبارك وتعالى في شأن الدعوات يأخذ بها كل مؤمن في كل زمان وفي كل مكان إذا حيل بينه وبين إيمانه وعزته، وإذا استخف بكيانه ووجوده، وإذا استهين بمروءته وكرامته. نعم أيها الإخوة الأحباب، الهجرة أمر إلهي للنبي صلى الله عليه وسلم ووحي من الله تبارك وتعالى، فعلاه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله عز وجل. فالهجرة النبوية كما نعلم جميعا لها دروس نستفيد منها جميعا في حاضرنا ومستقبلنا. من أعظم هذه الدروس أيها الإخوة الأحباب وأفضلها وأجل عبراتها هي كيف نصنع الأمل، كيف يتعلم المؤمنون صناعة الأمل، الأمل في موعود الله، الأمل في نصر الله، الأمل في مستقبل مشرق للا إله إلا الله، الأمل في الفرج بعد الشدة، الأمل في العزة بعد الذلة، الأمل في النصر بعد الهزيمة. نعم، فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نصنع الأمل. متى؟ حين عزمت قريش على قتله. يقول ابن إسحاق: فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى نام فيثبون عليه. اجتمع المشركون على باب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرونه متى نام أو خرج فينقضون عليه ويقتلوه كما كان هذا اتفاقهم من قبل. كل الحسابات المادية تقول أن ذلك المحاصر هالك لا محال، لما لا وهو في الدار والقوم يحيطون بها إحاطة السوار بالمعصم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نصنع الأمل، فيوكل أمره إلى ربه ويخرج وهو يذر التراب على رؤوس الذين قتلوه يريدون قتله، ثم يمضي النبي صلى الله عليه وسلم يحث الخطوة حتى انتهى هو وصاحبه إلى جبل ثور، فهو جبل شامخ وعر الطريق صعب المرتقى، حتى حفيت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرتقي فحمله أبو بكر حتى بلغ به الغار ومكث هناك 3 أيام. ووصل المطاردون إلى باب الغار وسمع الرجلان وقع أقدامهم حتى همس أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لو أن أحدهم طأطأ بصره لرآنا. أي واحد نظر إلى الأرض يراه، لكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم الواثق من ربه والواثق في نصر ربه قال: يا أبا بكر، فما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ماذا تقول في اثنين الله سبحانه وتعالى ثالثهما؟ أما أيها الإخوة الأحباب قصة العنكبوت نسج الخيوط أو الحمام وضع البيض على الغار، فهذا كلام لا أصل له وغير صحيح، لأن الله عز وجل يقول في القرآن: فأيده بجنود لم تروها، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. والعنكبوت خيوط العنكبوت ترى، وكذلك وضع الحمام البيض أيضا يرى. فالله سبحانه وتعالى صرف أبصار المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو نظر أحدهم إلى الأرض لرأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وكان ما كان، ورجع المشركون بعد أن كان بينهم وبين ما يطلبون 4 خطوات، ثم يسير الصاحبان حتى يصل إلى طريق الساحل فيلحق بهما سراقة بن مالك. سراقة بن مالك كان على الشرك، وكان قد سمع أن قريشا قد رصدت جائزة 100 ناقة لمن يأتي بمحمد وصاحبه حيا أو ميت،
فسمع سراقة بذلك فلحق بهما طامعا في الجائزة ومؤملا من أن ينال منهما ما عجزت عنه قريش كلهم، واشتد في طلبهما حتى دنا منهما وسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وكل ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إليه ولا يبالي به ولا كأن شيء وكأن شيئا لم يكن. وجاء النصر من عند الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، فساقت قدم فرس سراقة أكثر من مرة، فأيقن الرجل أن ذلك الرجل منصور وأنه سوف يطلب منه الأمان. فذهب سراقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص له خبر قريش وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الأمان، طلب منه الأمان، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأمان، فقال له اخفي عنا، أي لا تخبر أحدا بما بأنك رأيتنا. فعاد سراقة يقول لكل من قابله في طريقه ارجع فقد كفيتكم ما ها هنا. سراقة الذي كان في أول النهار يشتد في طلبهما ويريد أن يقودهما أسيرين إلى قريش، في أول النهار، في آخر النهار هو حارسا لهما. ثم يسمع أهل المدينة ويبلغهم خبر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي قدم لهم الحياة، الرجل الذي صنع لهم الأمل، الرجل الذي أنقذهم من أن يكونوا حطبا لجهنم. لما بلغهم الخبر كانوا يخرجون كل غداة لاستقباله حتى يردهم حر الظهيرة. هكذا أيها الإخوة الأحباب تعلمنا الهجرة في كل باب وفي كل فصل من فصولها الأمل، كيف نصنع الأمل، كيف نترقب ولادة النور من رحم الظلمة، وكيف يخرج الخير من قلب الشر. صناعة الأمل أيها الإخوة الأحباب، هذا أول الدروس، أول الدروس من دروس الهجرة، وإن شاء الله نكمل في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، من الدروس التي نتعلمها من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أن العقيدة الإسلامية هي أغلى ما تمتلك هذه الأمة، فهي مصدر عزها ورشدها، وهي منطلقها في الأمر كله. ولما حدث خلل في العقيدة وجاء التفريط من المسلمين فيها وقعت الأمة في فخ المحن والإحن، والتاريخ شاهد على ذلك وفيه عبرة لمن يعتبر. وذلك لأن العقيدة تحرر المؤمن من العبودية لغير الله تعالى، يشعر بالعزة والكرامة، لا يستكين إلا لله عز وجل، لا يطلب المدد والعون والتوفيق والسداد والنصر والتأييد إلا من الله عز وجل. وهذا يلخصه الصحابي الجليل ربعي بن عامر رضي الله عنه لما قال لرستم ملك الفرس: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذا هو المقصد من بعثة الأمة المحمدية، إن الله ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. والبعث أيها الإخوة الأحباب لا يكون إلا للأنبياء والرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن ليس هناك نبي وليس هناك رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء والرسل. فالله عز وجل من على هذه الأمة وأنعم عليها بوظيفة كان يقوم بها الأنبياء والرسل، وهي وظيفة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ليست وظيفة المسلم فقط أنه
يتعبد لله عز وجل، بل يسعى إلى تعبيد الخلق إلى الله تبارك وتعالى. وهذا ما وضح في السيرة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ما يقرب من 120,000 أو ما يزيد عن 120,000 في حجة الوداع. كتب السيرة تقول أن الذي دفن بمكة والمدينة 5,000، أين ذهب الباقي؟ أين ذهب بقية الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ لقد انتشروا في العالم كله حتى ينشروا هذا الدين، حتى يصل الدين إلى هذه البلاد، حتى يصل الإسلام إلى أقصى الشرق وأقصى الغرب. إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن سعة من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إن حفنة صغيرة عدد قليل من المسلمين يستطيعون أن يغيروا معالم التاريخ ومعالم العالم. كيف ذلك؟ من يصدق أن هؤلاء النفر القليل الذين هاجروا من مكة إلى المدينة مع إخوانهم من الأنصار يشيدون حضارة لم يشهد التاريخ بمثلها أبداً ولن يشهد التاريخ بمثلها؟ كانت هذه البداية لسلسلة النصر والتمكين والعز لهذه الأمة. هؤلاء هم رجال العقيدة. أيها الإخوة الأحباب، من الدروس المستفادة من الهجرة أيضاً هو إدراك قيمة الوقت. الوقت، فالوقت هو الحياة، واستغلال الوقت في طاعة الله عز وجل هو طريق النجاة. مضى عام من أعمارنا، مضى عام من أعمارنا بحلوه ومره، بخيره وشره، بحسناته وسيئاته، ولا ندري أيكون لنا أم علينا. إن انتهاء عام من أعمارنا أيها الإخوة الأحباب يقربنا من لقاء الله عز وجل خطوة، فماذا تبقى لنا من أعمارنا؟ خطوة أم بعض خطوة أم خطوات؟ يقول الحسن البصري رحمه الله: إنما أنت أيها الإنسان أيام مجموعة، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. إذا مر يوم من حياتك وقعت ورقة من شجرتك، سقطت ورقة من شجرتك، وطويت صفحة من صفحاتك، وهوى بنيان وجدار في بنيانك. قيمة الوقت أيها الإخوة الأحباب. يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. كيف الليل والنهار يعملان فيك؟ قال: يقربان كل بعيد، ويبليان كل جديد، ويفلان كل حديد. ويقول عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. وقال: لو قيل أن الناس كلهم سيدخلون الجنة إلا واحدا لظننت أني ذلك الواحد. ويقول أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أأمن مكر الله ولو إحدى قدمي في الجنة. فلماذا أيها الإخوة الأحباب، وهذا هو حال الكرام أبو بكر وعمر، أفضل الرجلين في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو حالهم. فلماذا نحن نأمن مكر الله عز وجل؟ لماذا نحن نطيل الأمل في هذه الدنيا؟ لماذا لا نستعد للقاء الله تبارك وتعالى؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. تفسير الحديث أن الإنسان عند الموت وليس في حاله الطبيعية، عند الموت إذا جاءه الموت وأحب أن يلتقي بالله عز وجل كما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال خيره جبريل فقال له: بل الرفيق الأعلى.
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا بأمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وارفع ذكرنا وضع عنا أوزارنا وثقل موازيننا وارحمنا في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم كن لهم معينا ونصيرا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Brother and sister, there is some request for those people who are sick or going through some kind of test or treatments. Please remember them to your dua. Some people need help from Allah subhanahu wa ta'ala. Please make dua for them. Jazakumullah khair. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya al-salam, الله عزيز حكيم. الله الله
أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.